السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد، وشاهدي الفيديو للنهاية لتفهم المحتوى. يتواجد الإعلامي الجزائري سليمان بخليلي بالمستشفى منذ عدة أيام، وهو الآن يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى بعد تأزم حالته الصحية. وحسب المقربون من صاحب برنامج خاتم سليمان فإن حالته معقدة بعض الشيء، حيث لم يستجب جسمه للعلاج، وهو يطلب من جمهوره والشعب الجزائري بالدعاء له بالشفاء العاجل. وكتب بخليلي على صفحته الرسمية على فيسبوك في هذه الليلة المباركة، حيث قال: أنا بالمستشفى أتابع علاجا قاسيا جدا لا يعلمه إلا الله، أسألكم أيها الأحباء ألا تبخلوا علي للمولى عز وجل بالشفاء بعشائكم وفجركم وجمعتكم في منابركم ومواقعكم، وسيبقى وقوفكم معي مسجلا بأحرف العرفان للجميل. بارك الله فيكم وشكرا لكم.